التوفيق لحكيم زياش ونور الدين مرابط واشرف حكيمي، اكثر ثلاث لعيبه بحبهم في منتخب المغرب، ولابس تيشرت مصر وعلم المغرب. خطيبته مغربيه فاحنا جايين نشجع المغرب ان شاء الله. ان شاء الله بتشجع انهي نادي في المغرب؟ بتشجع بلاش بقى بلاش بتشجع النادي الاهلي المصري. الوداد الوداد الوداد. طب انت تتوقع النهارده هتكون النتيجه مكسب للمغرب 2-1 2-1 2-0 ان شاء الله. 2-0 يعني بتشوفوا ان المغرب يمكن يكون في النهائي؟ مرشح ان شاء الله. مرشح كبير ان شاء الله. مصر والمغرب في يعني بتشوفوا ان مصر والمغرب ان شاء الله يوصلوا النهائي ان شاء الله يعني. والله متشكرين، شكرا لك. مخصوص عشان نشجع منتخب المغرب، وان شاء الله منتخب المغرب هيصعد اول مجموعته باذن الله ويكسب كوتوفار والمنتخب الجزائري برضو باذن الله وكل المنتخبات العربيه اللي في البطوله ان شاء الله. النتيجه ان شاء الله المغرب 2-1 ان شاء الله. 2-0 انا جاي اشجع المغرب الصراحه عشان المغرب عرب زينا، فانا جاي اشجعه وجاي اشوف حكيم زياش الصراحه لعيب كبير، اتمنى ان اتفرج عليه في الملعب ان شاء الله. انتوا بتشوفوا ان المغرب يمكن يعمل نتيجه كويسه من هنا أكيد لو عدى الدور؟ مستوى اللعيبه طبعا اعلى مستوى عرب ان شاء الله. وبالنسبه لمقابلته مع جنوب افريقيا غير النهارده اخر مباراه بالنسبه للكوره؟ ان شاء الله يفوز كل المباريات الجايه ان شاء الله. ان شاء الله منتخب يقدر يعمل. ان اللعيبه بتاعت المغرب يمكن توصل النهائي؟ يقدروا طبعا. انتوا راضيين على الاداء بتاعهم؟ مش راضيين قوي بس هم اللي يقدروا كامكانيات. انت شفت اخطاء في المباراه اللي فاتت بالنسبه للتشكيله ولا بالنسبه للخطه؟ بالنسبه للتشكيل. والخطه كانت كويسه؟ يعني راضي عن المدرب رينارد؟ انا راضي عنه، من احسن المدربين يعني اللي بيدربوا في افريقيا، شايف كده مستوى عالي. يعني ده من راجع من حبك للمنتخب المغربي صح؟ وانا بحبه اصلا رينارد. وانت؟ انا الصراحه راضي عن المنتخب وشايف ان الاداء هيعلى مع التوشه يعني، وبس المنتخبات كلها بادئه كده مش المغرب بس، يعني مستوى هيعلى مع الدور الجاي وكده، والمغرب عندها لعبه مميزه يعني تقدر تفوز على اي فريق. كتقييم منك يعني او تحليل بسيط، انت هتفضل بتشوف مين في المنتخب ما بين المنتخب المغربي والمصري اللي بينهم احسن اداء؟ لا الاحسن اداء حتى لو المنتخب المصري بيلعب وحش بس انا اقول المصري طبعا. الوطنيه طبعا. المنتخب المغربي مع كوتوفار وربنا يستر. عايز اقول لك حكيم زياش احنا جايين في حب حكيم زياش، ان شاء الله يأدي الاداء يتحسن على الماتش اللي فات ويكون يعني داخل كده من عند ربنا، بس ان شاء الله المغرب تتاهل للدور الثاني وتتاهل للفاينل ان شاء الله ونقابلهم في الفاينل ونغلبهم ان شاء الله. ماتش ان شاء الله يكون سهل على المغرب خصوصا كوتيفوار فريق عالي. كوتيفوار تم خساره من قبل المغرب الماتش البطوله كاس العالم، ان شاء الله توفيق للمغرب، احنا بنحب المغرب برشا ومزعلين جدا ان خالد طيب مش هيلعب النهارده، بس ان شاء الله الامل في حكيم زياش من رابط، كل التوفيق جمهور المغربي ان شاء الله والمنتخب المغربي. كلمه فرنساوي بقى في النص جوسوي جولاف اي حاجه. ان شاء الله التوفيق لكل المنتخب المغرب، ان شاء الله الاداء يبقى احسن من الماتش اللي فات، ان شاء الله احنا مصر كلنا جايين نقف مع الكره المغربيه ان شاء الله، يعني كل حب المغرب وان شاء الله حكيم زياش النهارده يجيب هاتريك ان شاء الله. ان شاء الله مصر والمغرب في النهائي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الماتش يكون سهل على المغرب، ان شاء الله مصر هتبقى في النهائي مع المغرب ان شاء الله.